الشكل النهائي لطبقنا، بتمنى تجربوه وينال إعجابكم. صحتين وألف عافية. رح أبدأ هون بعملية سلق اللحمة لأنها هي عادة بتاخد معانا وقت. أنا استخدمت هون لحم كيلو من لحم الشقف اللي هي ما فيها عظم، ممكن تستخدموا لحم بعظم كمان بيعطيكم نتيجة كتير مميزة لهالوصفة، بس أنا اليوم استخدمت قطع الغنم مخلية من العظم شقف، استخدمنا كيلو. للسلق حطينا ورق غار، بصلة، حطينا عود من القرفة، حطينا حبات الهال، فلفل أسود، كبش القرنفل أو المسمار، ومعلقة من زيت الزيتون، ملح. ما منحط على سلق اللحمة أبداً لأنه اللحمة بتصير عنا شادة ما بتستوي بسرعة، فالملح عادة بالنسبة للحمة وسلقها منخليه في النهاية. رح نشغل الحرارة تحت اللحمة ونتركها لحتى تستوي. طبعا ما بدنا ننسى نغطي الطنجرة بشكل جيد، ممكن للسرعة الناس اللي بتحب تخلص اللحمة معها بشكل سريع تستخدم طناجر البخار أو البريستو. رح نترك اللحمة هلأ لحتى تستوي. هلأ بالنسبة للفول، أنا استخدمت فول أخضر طازج، ما استخدمت مفرز، ممكن للوصفة إذا عندكم مفرز تستخدموا. قطعته بس أنا حابة أفرجي يمكن اللي ما بيعرف بالنسبة للفول نقطة مهمة، إنه لما يتقسم ناخده نقيم الخيط اللي على الأطراف هذا من كل الشقات، هاي شغلة نقطة كتير مهمة بهالشكل هذا، ومنقسمها حسب حجمها لثلاث قطع. هلأ أنا حطيت الفول اللي قسمته عندي وغسلته بشكل كتير منيح، حطيته على الغاز، رح أضيف له كاستين من الماء الباردة، ما منغمره بالماء، أنا بدي إياه يستوي على بخاره لحتى نحافظ على فائدته، ما بدي الحبات تصير فاقدة لقوامها، بدي الحبة تضلها زي ما هي ومستوية. هلأ حطينا هذا المقدار من الماء كاستين، رح نشغل الغاز عليه، بمجرد ما تصير يغلي رح أخفض النار، كل ما ألاقي الماء خفت برجع بضيف عليه ماء، بدها تكون الماء اللي بتنضاف عليه مغلية بعد ما يغلي، يعني ما برجع بضيف ماء بارد، مقدار قليل، يعني منصير زي ربع كاسة كل مرة لحد ما يستوي الفول بشكل كامل. هلأ رح نغطي الطنجرة ونتركها على الغاز. هلأ هون الفول بلش عندي يغلي، رح نخفف الحرارة عليه، نخليها على حرارة منخفضة ونتركه. رح ننقع الرز، أنا رح أستخدم نص كوب من الرز قصير الحبة اللي هو الرز المصري، استخدمت نوع سان وايت، وراح استخدم اضيف عليهم 3 كاسات من الرز البسمتي، يعني بخلط نص كاسة ب3 كاسات من الرز البسمتي طويل الحبة. استخدمت باب الهند، النوع الكلاسيك او اللي مكتوب عليه الكلاسيكي، 3 كاسات، رح ننقعهم هلأ في ماء بارد لمدة ساعة. نيجي هلأ لتتبيلة الرز. الرز رح نحط عليه، أنا طبعا هون غسلته منيح، رح نحط عليه معلقة كبيرة من البهارات المشكلة، نصف معلقة من الكركم، معلقة صغيرة كمان من الفلفل الأسود، نصف معلقة من الهال، الملح حسب الرغبة، فأنا رح أضيف هون تقريبا يعني معلقة كبيرة ونص،
ورح نضيف على هذا المقدار كله معلقة من السمنة. استخدمت أنا هون سمن حيواني، رح أحط معلقة طعام. ضيف أنا شوي عندي من الفول الأخضر للخليط الرز. كل الرز عندي اختلط بكمية الفول اللي أنا حطيتها. رح نبلش نجهز اللحمة بالطنجرة حتى نحط الرز عليها. خليكم معنا. الآن أنا أخذت رشة بسيطة من الرز حطيتها في قاع الطنجرة، رح أصف معها الفول من غير الرز، الكمية اللي تركتها بهالشكل هذا نوزعهم. رح أحط اللحمة، أنا غسلتها طبعا هون في الماء البارد، نظفتها من أي شوائب وصفينا المي لأنه رح نستخدمها للطبخ. رح نصف اللحمة فوق الفول. ما بتحتاجوا اي بهارات هون لانه البهارات اللي حطيناها في الرز كفاية رح تنطبخ مع. بعد ما ضفت كل الرز عندي رح اساوي الرز في الطنجرة يكون كله بمستوى واحد. بهالشكل هذا. عندنا مرق اللحم. مرق اللحم أنا صفيت المرق وهلأ هو جاهز عندي، رح أستخدمه في الأكل. بدنا لكل كاسة رز بسمتي منقوعة كاسة وربع من الماء المغلي. طبعا هاي الماء بدها تكون حامية حارة، ما بيصير تكون باردة. ونص كاسة الرز المصري اللي ضفتها رح أحط لها نص كاسة مرق اللحمة كمان. راح نحط الطنجرة هاي على نار مرتفعة على الغاز. بمجرد الغليان بدنا نخلي النار كتير منخفضة، وطبعا كل هذا والغطاء الطنجرة موجود، وبنتركها تستوي على مهلها. هلأ بلشت الطنجرة عندي بالغليان، المي عنا موجودة بهالشكل هذا. راح نخفض الحرارة على يعني أقل درجة ومنغطي الطنجرة ونتركها تقريبا 40-45 دقيقة أو حسب ما الرز عندي ينضج. الطبخة عندي صارت جاهزة، مقلوبة الفول أصبحت جاهزة، حبات الرز جميعها ناضجة بالشكل المطلوب. رح نسكر الحرارة على القدر ورح أتركه 10 دقائق قبل ما أقلبه. ما بتكمل وصفتنا إلا بجنبها يكون في روب بخيار أو اللي هو الخيار باللبن. هي سلطة خفيفة رح نعملها بحبتين من الخيار متوسطة الحجم، قسمناهم لقطع صغيرة، سن صغير من الثوم المهروس. رح أضيف اللبن الزبادي، كمية من النعنع المجفف أو النعنع الناشف، شوي وملح حسب الرغبة. رح أحرك كل هدول المكونات. في خيار وجمع صار الشكل النهائي لسلطتنا اليوم. رح أزينها بشوي من النعنع المجفف أو النعنع الناشف على الوجه. هاي سلطتنا صارت جاهزة. الآن إحنا قلبنا الطنجرة بهذا الشكل على صينية كبيرة، راح نرفعها شوي شوي. هذا هو الشكل النهائي لطبقنا، بتمنى تجربوه وينال إعجابكم.